اسمح لي استاذ عبد الله انه نحن مش امام دوله، نحن امام مقاولين بيديروا دوله بالنفايات وبالكسرات وبالمياه وبالمازوت وبالنفط. انت اليوم علنا ما عندك دولة، وبدليل انه هون مقاولين اقوى من 100 وزير واقوى من 100 نائب، وهن بيقرروا شو بيعملوا، واقوى من المدعي العام المالي، وهن اقوى. انا بدي اقول لك ليش اقوى من اي مدعي عام وغير مدعي عام، لانه هن مرتبطين بمصالح استراتيجية مالية مع أقطاب السلطة. أقطاب السلطة هن اللي بيعينوا هول القضاة، أقطاب السلطة هن اللي بيتدخلوا بالقضاء، أقطاب السلطة هن اللي عندهم المحميات الأمنية. أقطاب السلطة اليوم علنا بقلب البلد بيقول لك هيدا الجهاز الأمني تابع للفئة الفلانية وهيدا الفئة الفلانية. أنت اليوم أمام دولة مقاولين بيديروا البلد على أساس مصالحهم المالية، الثمن بيدفعوا الشعب اللبناني من صحته من ماله من أمنه من استقراره، ولا حدا